أهابت الإدارة العامة للإطفاء بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر، وخاصة مرتادي المناطق البرية والبحرية، لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد نتيجة لنشاط الرياح المثيرة للغبار. وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإطفاء أن سرعة الرياح قد تزيد عن 60 كيلومتر في الساعة، لتقل مع الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، مؤكدة أن جميع مراكز الإطفاء البرية والبحرية والمطارات تعمل بكامل جهوزيتها، حيث اتخذت الاستعدادات للتعامل مع البلاغات الطارئة والإنسانية على هاتف الطوارئ. من جهتها، دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر نظراً لسوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية في بعض المناطق بسبب الغبار التي تشهده البلاد حالياً. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف العميد توحيد الكندري، مساعد المدير العام للإعلام الأمني بوزارة الداخلية. حياك الله العميد توحيد. في البداية، حالة من عدم استقرار الطقس تسود البلاد حاليا، لو تحدثنا أكثر عن مدى جهوزيتكم لهذه الحالات. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بالسادة المستمعين وأشكر لكم هذا اللقاء. عموما الصوت في صدى وما أنا قادر أتكلم من سبب الصدى. ألو؟ نعم تفضل. أي نعم. فبالنسبة حق حالة الطقس، أنت تلاحظ أن حالة الطقس حاليا من الصبح أو من أمس بالليل قالوا الأرصاد الجوية أن حالة الجو غير مستقرة وهناك غبار كثيف والرؤية تقل، خاصة في المناطق النائية. ودائما نسمع عبارة اتقوا للطريق واخذ الحيطة والحذر دائما. هني ودنا نوضح شنو يعني اخذ الحيطة والحذر. طبعا اخذ الحيطة والحذر انك انت تترك مسافة كافية بينك وبين السيارة اللي قدامك، حتى ما يكون هناك توقف مفاجئ ويحدث حادث ايضا بالطريق. حاول انك تفتح ليتات السيارة حتى تكون المركبة خلفك واللي امامك تلاحظك وتنتبه لك دائما في الطريق. الزم حارتك ولا تحاول انك انت تنتقل من حارة لحارة حتى ما تربك حركة السير. في تجاوزك اعطي مسافة كافية واعطي اشارة بوقت كافي حتى المركبة اللي خلفك تنتبه انك انت تنوي الانحراف الشمال بشكل مفاجئ. يعني عدم ايضا مخالفة تعليمات وارشادات المرور بالسير على خط الطوارئ او انك انت تقود بالسرعة العالية او انك توقف بشكل مفاجئ. هذا معنى الحيطة والحذر. نعم. لو نتحدث أكثر عن الخطة الأمنية التي تم العمل بها خصوصا في هذه الظروف الجوية. طبعا الخطة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للمرور والقطاعات الأخرى، تواجد الدوريات بأماكنها الصحيحة لتسهيل حركة المرور. أيضا هناك كاميرات ترصد الطريق وترصد التقاطعات وترصد الإشارات، ومن خلال هذه الكاميرات نستطيع أن احنا نوجه حركة السير وأيضا نرشد المواطنين حق الأماكن اللي فيها اختناقات مرورية أو توقف مركبات. نعم. وبالنسبة لعدد البلاغات التي وصلتكم في هذه الأثناء؟ طبعا البلاغات لحد الآن أغلبها تتكلم عن حوادث بسيطة وأيضا توقف وحركة بطيئة في حركة السير. في هذا الموضوع ودي أشير حق أخواننا المواطنين ووجه رسالة لكل من يسمعني حاليا على الطريق. أتمنى أن يكون هناك التعامل بين المواطنين أو المقيمين في الطريق، أنك أنت تقدر وضع المركبة التي أمامك. يعني إذا توقف بشكل مفاجئ ونرفزك، حاول أنت تطول بالك. داخل هذه المركبة أطفال، داخل المركبة هذه سائق خاص، داخل هذه المركبة رجل كبير في السن. حاول أنك أنت تقدر الموقف اللي في الطريق وتحاول انك تعذر قائد المركبة الذي امامك اذا صار هناك شيء ضايقك او نرفزك من هذه المركبة. يعني احنا كمواطنين وكمقيمين نعيش على الارض، الطرق واسعة وايضا هناك اضاءة وهناك تسهيلات ودوريات، فالتعاون مطلوب بين المواطنين والمقيمين على الطريق حتى تكون الحركة سلسة، ما في اي شيء يعرق الحركة السير. نعم، نتمنى السلامة للجميع. إذن العميد توحيد الكندري، مساعد المدير العام للإعلام الأمني بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.